دكتور رامي، أشرت بأنه الحادثة الأخيرة دفعت السلطات الفرنسية للاندفاع وتسريع وتيرة الرؤية التي أشار إليها الرئيس الفرنسي قبل أسابيع، لكن ألا ترى بأنه هذه الاندفاع والعنوان العريض الذي أحاط برؤية الرئيس الفرنسي والذي قال فيه بأنه الإسلام يعاني أزمات حول العالم، ألا ترى بأنه كل هذه المناخات ربما قد تدفع لصدام بين الحكومات والسلطات وبين هذه المجتمعات المسلمة في فرنسا؟ هذا ما يخشى منه البعض، لا شك بأن حالة التعميم التي شاهدناها سواء عبر الخطاب الإعلامي أو حتى عبر الخطاب الذي أدلى به الرئيس ماكرون، ربما كان هنالك موافقة على جل ما جاء به الرئيس الفرنسي، ولكن فكرة التعميم والقول أن الإسلام في أزمة هذا قول ربما يتجه باتجاه اليمين واليمين المتطرف إذا شئت بهاء، وبالتالي هذا التعميم الحقيقة شعر المسلمون بأنه يشي بأن هنالك خطاب إعلامي وخطاب سياسي موجه ضد الجالية بشكل عام وليس ضد التنظيمات الراديكالية. هنالك إجماع على إدانتها على سبيل المثال هذا العمل الإرهابي ما بين صفوف الجالية الإسلامية، وهنالك إجماع أيضا على محاربة التطرف والفكر الراديكالي، ومعظم إن لم نقل الأغلبية الساحقة من الجالية الإسلامية التي تعيش هنا فرنسا تريد العيش بأمان واطمئنان بعيدا عن كل تلك التيارات السياسية. لكن باعتقادي أن الآن هنالك ربما المفيد إذا شئت بها هو الآن هنالك استراتيجية لمحاربة بعض التنظيمات وخصوصا جماعات الإخوان المسلمين التي سيطرت على الجمعيات، وهنالك الحديث عن مئات الجمعيات التي تتبع للجماعة موجودة على كامل التراب الفرنسي وأيضا على بعض الدول الأوروبية، وبالتالي هذه هي التي أنتجت جيل والتي سمحت استيراد الأفكار الراديكالية إذا شئت والأفكار المتطرفة، وذلك الحقيقة هو ما يشي بالانعزالية أو الانفصالية كما وصفها الرئيس ماكرون، وبالتالي الآن نجد استراتيجية مختلفة عما كان سائدة. يمكن القول بها أن هنالك انعطافة، في السابق كانت السياسة الفرنسية متوجهة باتجاه المتطرفين باتجاه الخلايا النائمة وما إلى ذلك، الآن باتجاه التطرف بحد ذاته، فكل من يدعو إلى التطرف يعتبر مخطئا في نظر السلطات الفرنسية وهو يضرب قيم الجمهورية الفرنسية، وهذا الأمر مختلف وجديد عما كان سائدا. هنا طبعا يبرز التناقض التقليدي الذي لطالما تحدثنا عنه، وهو التناقض ما بين الحريات العامة من جهة وضرورة مكافحة الفكر الراديكالي. الحقيقة خلال السنوات الماضية كانت هنالك محاولة على مستوى النخبة السياسية، على مستوى الطبقة السياسية، وحتى على مستوى السلطات الفرنسية الموازنة ما بين هاتين المسألتين. طبعا الرئيس الفرنسي عندما يقترح قوانين جديدة فهو يضع منظومة قانونية تكفل من جهة حرية التعبير وتكفل من جهة أيضا وحرية العبادات وإلى آخره، وتكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي بالدرجة الأولى. طبعا لا يمكن أن نرى تلك النظرة التي عبر عنها الرئيس ماكرون بأنها بريئة من النواحي السياسية أو بريئة من النواحي الانتخابية. طبعا المجتمعات الغربية ومن المجتمع الفرنسي أيضا يميل باتجاه اليمين وأحيانا اليمين الشعبوي، وبالتالي في جزء من خطاب الرئيس ماكرون كان هنالك ميل نحو هذا الاتجاه، ولكن يعبر عن أزمة حقيقية وعن مشكلة حقيقية يعيشها المجتمع الفرنسي بكل أطيافه وخصوصا الجالية الإسلامية.